الرجل اذا كان عنده عجز جنسي المرأة ممكن تتجوز سبعة. الروح في جامعة اثنين. نعم. ما تدخلش الروح القدس ارجوك كده بطريقتك الخاصة يعني. الروح القدس بيربط الزواج السليم مش الزواج المخطئ. نعم. من ايه؟ الظاهر انك ما قريتش عهد قديم كويس. شوف، الله كانت مشيئته ان يعقوب ياخذ البكوريه، ولذلك لما كانت امه رفقه حبله فيه هو واخيه التوأم عيسو، ربنا قال لها في بطنك امتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير. اذا كان ارادة ربنا ان الكبير يستعبد لصغير، اذا الصغير هو اللي ياخذ البركة. كانت ارادة ربنا كده، ولكن رفقة لجأت الى الحل الخاطئ. ولذلك ابونا اسحاق لما ادرك الخدعة وقال له يبقى مين اللي جه؟ اخوك جه وخد البركة. نعم وليكن مباركا. في اللحظة دي افتكر كلمة ربنا لرفقة ان قال لها من بطنك تخرج امتان وكبير يستعبد بصغير. انت خرجت بقى من الغش في البكورية للغش في الزواج، هتعمل لنا اشكال. واحنا قلنا الغش في الزواج زي واحدة قالت انها بكر وطلعت سيد، دي ما لهاش دعوة بيها.